مكان هنا ملعب لندن الأولمبي، وكانت هناك دقيقة صمت وحداد على وفاة واحد من أساطير كرة القدم الإنجليزية، جيمي غريفيث نجم المنتخب الإنجليزي في فترة الستينيات تاريخيا من حيث عدم الخسارة عن طريق برونو. يرسل كرة باتجاه رونالدو التي بدأ فيها فريق مانشستر يونايتد. لدينا هنا ركلة ركنية، لوكشو على التنفيذ، يرسل كرة عالية راسية، هنا تأتي من كورتوما. يقن الحكم أشار إلى استمرارية اللعب عن جودة لأي خطأ لبرونو فرنانديش في اللقطة الماضية. دائما كاسل هنا، خاطئة الكرة، جول. هنا تمريره وتمهيد في عمليه التسديدات، ولكن يساريه توماس شوكا سوتشيك تحولت الى خارج الملعب، عادت الى فرصه تصويبه خطيره. جول 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 جول. دائما هو من ياتي بالاخبار السعيده. نعم، سعيد تصويبه خطيره. جول 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 جول. دائما هو من ياتي بالاخبار السعيده. نعم، سعيد ياتي بالاخبار السعيده. بالرحمه هنا يصل، بالرحمه. بالنسبه لفريق وسام، كره عاليه، فرصه جول. جول رونالدو، 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 جول. الأخبار السعيدة، بالرحمة. وثبت لفريق وسام، كرة عالية، فرصة جول. جول رونالدو، 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 جول. جول. هو لم ينتهي بعد، بل هو ولدينا هنا فرصة لأن تأتي الثاني، الثاني، الثاني. عرضية ترسل عالية، راسية، هنا تأتي أنجيلو بونا، يبعد، يشتت، يصل بالكرة إلى خارج الملعب، إلى ركلة ركنية. ينقل كرة داخل منطقة الجزاء، راسية تأتي برونو. الأيمن خطيرة لفريق ويسام، عرضية الأيمن أو ليس. رونالدو، 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 مرقو. الجون يطالب بركلة جزاء، لكن الحكم مارتن أتكنسون أشار إلى استمرارية اللعب. وهنا اعتراض نشاهد الكاس. الكرة فرصة خطيرة، تأتي التصويبة. الله، الله، يا لينغارد. داخل منطقة الجزاء، راسية تأتي برونو، ما زالت بالليك شو. عرضية أخرى، محاولة قائمة. لدينا هنا فرصة لأن تأتي الثاني، الثاني، الثاني. فابيانسكي من جديد يظهر، ممتاز الكرة، فرصة خطيرة تأتي التصويبة. الله،